بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة الفصل الثالث في الباب الأول، اللي هو التفاعلات الكيميائية في أجسام الكائنات الحية. طبعا احنا اتكلمنا في أول ما بدأنا خالص ان مادة الأحياء يعني المادة اللي بتنتمي للكائنات الحية كلها، بدءا من أصغر وحدة فيها اللي هي الخلية لغاية ما بنكون كل الكائن الحي. وأخدنا دوت إن احنا عندنا تسلسل في تكوين الكائن الحي من أول ما يبقى كائن حي لغاية ما بننتهي في الآخر إن هو عبارة عن مجموعة من الذرات. واتفقنا من وسط الكلام اللي قلناه في الدروس السابقة اللي قبل كده إن احنا عندنا تفاعلات كيميائية بتحصل في الخلايا. بناء على التفاعلات الكيميائية دي الكائن الحي بيقدر يكمل حياته عشان يكمل ان هو يبقى على قيد الحياة. التفاعلات الكيميائية اللي احنا بنقول عليها دي اسمها الأيض او التمثيل الغذائي. ايه هو الأيض؟ هو مجموعة من العمليات البيوكيميائية. يا جماعة بايو معناها ان هي حاجة خاصة بالكائن الحي، يعني موجودة في شيء حي، تمام؟ كيميائية هي تفاعلات كيميائية تحدث داخل الخلية، خلاص؟ فمجموعة التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل داخل كل خلية دي بعبارة عن جزئين، يا إما أنا بجيب وحدات صغيرة وبربطها ببعضيها وأعمل وحدات كبيرة جدا، وده اللي احنا قلنا عليه مثلا زي ما بنجيب الأحماض الأمينية ونخليها تتحد مع بعض وفي الآخر بيدينا مركب اللي هو البوليمر أو البوليمرات اللي هي البروتين، يا إما بنجيب جلوكوز كتير مع بعض بنخليه يتحد مع بعض وبيديني مركب كبير اللي هو السكريات العديدة زي النشا وزي الجلايكوجين، يا إما بجيب الحاجة الكبيرة دي وأكسرها، تمام، وتديني حاجات صغيرة. فبالتالي عندي عملية الأيض نفسها بتنقسم يا إما تبقى بناء يا إما تبقى هدم. في حالة البناء ان انا بستخدم الجزيئات البسيطة لبناء مواد اكثر تعقيدا، اللي هي قلناها احماض امينية اللي هي المونيمرات. يا جماعة يا ريت نفتكر اللي هي المونيمرات عشان تكون البوليمرات اللي هي البروتينات. السكريات الاحادية اللي هي المونيمرات عشان تكون لي السكريات العديدة، يا اما عندي الاحماض الدهنية عشان تكون لي الدهون، تمام؟ فدي كلها عملية زي بالظبط انا بجيب، وقلت لكم مثال زي دوت، بجيب عشان ابني بيت لازم اجيب طوب، وبالطوب دوت بقعد ارصه بطريقة معينة عشان يكون لي البيت. وانت بتبني البيت انت بتستهلك طاقة، انت بتحتاج طاقة على انك بتبني، بتحط حاجة على حاجة، فبالتالي في حالة البناء انت بتستهلك طاقة، تمام؟ لكن لو انا بصيت لعملية الهدم، وهقول لكم مثال قلناه في السكريات او في الكربوهيدرات، لما جينا اتكلمنا على الكربوهيدرات وقلنا ان انا عندي الجلوكوز لما بيحصل له عمليه اسمها عمليه اكسده، يعني بجيب الاكسجين والاكسجين ده بيدخل الخليه يشتغل على الجلوكوز ويكسره، بيكسر الروابط اللي بين ذرات الكربون. لما بيكسر الروابط بيطلع لي ايه؟ ها نفتكر مع بعض، بيطلع لي طاقه. الطاقه دي في صوره اسمها الاي تي بي اللي هي الطاقه اللي بتدينا الحياة، اللي بتخلينا نعيش، اللي بتخلينا نقوم بكل الأنشطة اللي احنا بنعملها في حياتنا، تمام؟ فبالتالي لما انا بعمل عملية هدم انا بعمل ايه؟ بطلع طاقة. يبقى انا ده فرق بين البناء وبين الهدم، تمام؟ لما انا جيت ابني بيت لا ده استهلك من طاقتي كتير جدا، ففي عملية استهلاك طاقة. لكن في حالة الهدم لما انا جيت اكسر الجلوكوز بتاعي عشان اطلع منه طاقة اللي هي عملية اكسدة الجلوكوز، خلاص. ايه تاني عندي؟ عندي برضو لو انا خدت في عملية البناء مثال عندي في النبات، لو انا جبت ثاني اكسيد الكربون وخليته يتحد مع المية في ظروف معينة، واحنا عارفين عملية البناء الضوئي بيديني مركب كبير، يعني ثاني اكسيد الكربون اللي هو صغير مع مع الميه اللي هي صغيره، جزء صغير من الميه، الاثنين بيتحدوا بيدوني جزء اكثر تعقيدا اللي هو الجلوكوز، اللي هو الجلوكوز اللي هو الناتج بتاع البناء الضوئي. العمليه دي بتستهلك طاقه. طيب عشان انا بقى اقوم بعمليه التفاعلات الكيميائيه اللي موجوده في الخليه دي انا محتاجه حاجه تساعدني عشان العمليه او التفاعلات دي تحصل وتحصل بسرعه، وعايزه احط
مليون خط تحت كلمة بسرعة دي. لما بنكون في الكيمياء ونيجي نعمل تفاعلات، انا التفاعل عندي لو هو هياخد معايا في حوالي 3 دقايق، انا ممكن اخليه ياخد 5 ثواني. ازاي؟ بان انا بحط له حاجة اسمها المحفز. المحفز ده مجرد ان هو دخل التفاعل عشان ينشط عملية التفاعل ده ويقلل الوقت، فبدل ما بقى ياخد 3 دقايق بقى ياخد لي 5 ثواني. هل ده بيحصل جوه جسمنا؟ ده حقيقي بيحصل جوه جسمنا. المحفز اللي عندي جوه جسمنا اسمه الانزيمات. كل التفاعلات الكيميائية او البايوكيميائية، عشان نبقى اكتر دقة، كل التفاعلات البايوكيميائية اللي بتحصل بجسمنا بتحصل عن طريق الانزيمات اللي هي المحفزات الحيوية، اسمها محفزات حيوية. لما باجي اعمل التفاعلات الكيميائية عندي في جسمي، اي تفاعل كيميائي عشان يبتدي في جسمي محتاج طاقة تنشيط عالية. طاقة، انا هبتدي اعمل مثلا هدخل المطبخ ابتدي اعمل مكرونة، عشان اعمل مكرونة انا محتاجة طاقة عشان اعمل المكرونة دي، تمام؟ الطاقة دي اسمها طاقة تنشيط. بس في الحالات الطبيعية او الحالات العادية الطاقة دي بتكون عالية. انا مش من مصلحتي ان انا اهدر الطاقة اللي بتطلعني من اكسدة الجلوكوز في ان انا اطلعها في اي حاجة. لو انا عندي فرصة ان انا اوفر الطاقة دي على قد ما اقدر، انا لازم اعمل كده. فربنا سبحانه وتعالى خلق لنا حاجات جوه جسمنا، محفزات حيوية جوه جسمنا بتقلل الطاقة اللي احنا بنستخدمها لبداية التفاعلات الكيميائية دي. اسم المحفزات دي هي الانزيمات. لو انا بصيت في الجراف اللي قدامي دوت، في الرسم اللي قدامي دي، هلاقي ان انا عندي الاحمر ده التفاعل لما حصل بوجود الانزيم، لكن هو الازرق ده لما حصل في غياب الانزيم. متخيلين كمية الطاقة اللي انا وفرتها في وجود الانزيمات؟ يبقى الانزيمات هي محفزات حيوية موجودة عندي في جسمي عشان تعمل التفاعلات الكيميائية باقصى سرعة. وهقول تاني باقصى سرعة، لان موضوع السرعة ده مهم جدا يا جماعة. فلما اجي اشوف التعريف بتاع الانزيمات هلاقي ان هم عبارة عن عوامل مساعدة حيوية او محفزات. ممكن نشيل كلمة عوامل مساعدة دي ونختصرها لكلمة محفزات حيوية. تتكون من جزيئات بروتينية، يعني هم اساسا بروتين. ولو نفتكر في درس البروتين قلنا ان احنا الانزيمات او البروتين من اهمية البروتينات في جسمنا انها بتكون الانزيمات، لان الانزيمات اصلا هي بروتين عبارة عن مجموعة كبيرة من الاحماض الامينية بتكون لي سلسلة من عديد البيبتيد، تمام؟ بتعمل ايه بقى الانزيمات دي؟ بتساعد على زيادة سرعة التفاعلات الخلية، سرعة التفاعلات الكيميائية في الخلية. انا يهمني الكلمة دي، سرعة التفاعلات الكيميائية. يعني يا جماعة محفز يعني بيدخل التفاعل، ولما بيدخل التفاعل بيدخل التفاعل اولا ما بيتغيرش، ودي من مميزات المحفز، ما بيتغيرش زي ما بيدخل زي ما بيطلع. تاني حاجة ان هو بيساعد على سرعة التفاعل الكيميائي، يعني الوقت اللي هيستغرقه التفاعل الكيميائي هيقل بكتير، ودي نقطة مهمة جدا. زي ما قلت لكم ان الانزيم هو بروتين، مجموعة من الاحماض الامينية بيتحدوا مع بعض بيكونوا لي سلسلة من عديد البيبتيد. ايه الخواص بتاعت الانزيمات؟ هل الانزيمات دي لها خواص؟ طبعا لها خواص، ومهمة جدا ان انت تعرف خواص الانزيمات دي. خواص الانزيمات ان هو محفز، وبما انه محفز هنعيد ونقول تاني انه بما انه محفز هيدخل التفاعل، وزي ما هيدخل التفاعل هيطلع من التفاعل زي ما هو من غير اي تغيير، بيشارك في التفاعل دون ان يتأثر من غير اي تغيير. دخل المعلم او المدرس اداك المعلومة، المعلومة انت كطالب زادت معلوماتك بالمعلومات اللي اداها المدرس، بس هل المدرس اتغير؟ ما تغيرش فيه اي حاجة، لان هو اساسا اوريدي عنده المعلومات دي. فهو الفكرة ان انا دخلت، ان انا كانزيم دخلت التفاعل عملت التفاعل، بس انا ما اتغيرتش في حاجة، انا ساعدتك، مجرد ان انا اديتك المساعدة عشان نسرع من التفاعل ده اولا، ثانيا عشان اعمل التفاعل ده والتفاعل يحصل وابقى متأكدة ان التفاعل حصل. عشان ابين لكم، انا عندي ده انزيم، ده الانزيم بتاعي وليكن انزيم اكس، ودولت المادة الهادفة، المادة الهدف اللي انا هشتغل عليها، اللي الانزيم بيشتغل عليها. المفروض ان هما نوعين، والمفروض ان انا عايزهم الاتنين يتحدوا مع بعض،
ومش هيتحدوا مع بعض إلا بمساعدة الإنزيم. فدخل الإنزيم وخلاهم الاتنين يتفاعلوا، ركبوا لي مركب واحد اللي هو ده أهو اللي هو الناتج بتاعي، والإنزيم زي ما هو ما تغيرش. طبعا المثال اللي عندي ده في حالة إن أنا عملت عملية ربط اتنين مواد اتحدوا مع بعض كونوا لي مادة واحدة. ممكن نستخدمه في الحالة العكسة، إن أنا أكون عندي مركب كبير وأعمل عملية إيه؟ عملية هدم. يبقى لأن عملية الهدم وعملية البناء الاتنين أصلا هم عمليات كيميائية بتحصل جوه جسمي، فبالتالي بتحصل بمساعدة الإنزيمات. النقطة دي لازم تبقى عارفة كويس، إن الإنزيم اللي بيدخل التفاعل بيدخل زي ما هو وبيطلع زي ما هو من غير أي تغيير. اللي بيتغير مين؟ الناتج اللي هو المادة الهادفة أو المادة الهدف اللي عندي دي اللي بنقول عليها سبستريت، بتتحول للناتج بتاعي اللي أنا عايزه أصلا. تمام. تاني خاصية من خواص الإنزيمات إن هو بيتأثر في عمله بحاجتين، درجة الحرارة والأس الهيدروجيني. الاتنين دول هنشرحهم بالتفصيل، ودولت من الحاجات اللي بتأثر جدا جدا وليها تأثير رهيب في عمل الإنزيمات، وهنشرحها بالتفصيل هنقولها ازاي. تالت حاجة عالية التخصص. يعني ايه عالية التخصص؟ يعني كل إنزيم متخصص. يعني انا دلوقتي دكتور ندى بتشرح بيولوجي، هل ينفع تشرح ماس؟ مستحيل، الماس لمدرسينه. اوكي، هل ينفع تشرح كيمستري؟ لا. هل ينفع تشرح لغة عربية؟ لا، انا متخصصة في البيولوجي نفس او في الاحياء. نفس الفكرة في الانزيمات. الانزيم اللي بيساعد على مثلا كسر البروتينات ما ينفعش ابدا ابدا يشتغل على كربوهيدرات ابدا، ولا يشتغل على دهون، ولا يشتغل على اي حاجة تانية، هو متخصص للجزء ده. الانزيم اللي بيحاول يكون من الجلوكوز يكون نشا بيشتغل على الحته دي بس، ان انا من الجلوكوز هكون نشا، لكن ما ينفعش ان انا اجيب مجموعه من الاحماض الدهنيه عشان اكون منها دهون. تمام. فعمليه التخصص دي مهمه جدا 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 جدا، عشان كده انا عندي كتير جدا من الانزيمات جوه جسمي كل واحد متخصص لمين؟ للتفاعل المعين. خلاص. رابع حاجة ودي قلناها واخدت مننا كتير في الشرح، انها بتخفض طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل. الطاقة المفروض ان انا هبتدي بيها التفاعل بدل ما تبقى عالية هقللها على قد ما اقدر لان الانزيم موجود. طيب، هل هناك عوامل بتأثر على عمل الانزيمات؟ طبعا عندي خمس عوامل يهمني منهم اتنين اللي هشرحهم بالتفصيل، والتلاتة الباقيين يا جماعة هيهموكوا انتوا في الاسئلة، وهيهموكم انتوا في لو في سؤال عملي، يعني لو في تجربه جايبها او بيسال فيها هيهمكم. ازاي؟ هنقولها للامانه. انا اللي يهمني درجه الحراره والاس الهيدروجيني اللي هو البي اتش. اوكي، لكن لما اجي اتكلم على تركيز الانزيم او الانزيم وتركيز الماده الهدف اللي هي السبستريت اللي انا بشتغل عليها اصلا ووجود المثبطات، لا، دي حاجات ممكن انا العب فيها او استغلها كطالب فاهم لما اجي اشتغل تجربه عملي، وهقولها لكم ازاي لما نيجي نشتغل العملي في اخر الدرس. ايه تركيز الانزيم؟ لما اجي اشتغل يا جماعه على كذا تجربه في وقت واحد عشان اقارن، لازم تركيز الانزيم يكون واحد في كله. تركيز المادة الهدف نفس الحكاية، المادة الهدف اللي هي السبستريت اللي انا هشتغل عليها لازم يبقى تركيزها واحد، وهنشرحها في العملي، انا هقولها لكم في العملي في اخر الدرس. وجود مثبطات دي مهمة جدا، لان انا عندي بعض المواد الكيميائية اللي بتيجي تقف قدام الانزيم وتقول له بس انت مش هتشتغل، تعمل له تثبيط او تعمل له منع او تعمل له وقت تمنعه ان هو يشتغل. لو حاجة زي دي موجودة ما بيشتغلش الانزيم. تمام. فلازم ابقى متأكدة وانا بعمل التجربة بتاعتي ومتأكدة في الكائن الحي ان مفيش المثبطات دي. خلاص، فانا عندي خمس عوامل بتأثر على الانزيمات: درجة حرارة، الأس الهيدروجيني اللي هو البي اتش، وتركيز الانزيم، وتركيز المادة الهدف، ووجود المثبطات. لما اخد بقى درجة الحرارة، ويا ريت نركز يا جماعة، جزء الانزيمات من الاجزاء اللي فيها مجال شويه ان انا احور في الاسئله واحاول العب على نقطه واحده، يعني هي ممكن تكون نقطه واحده بس بيحاول يحور فيها كتير في الاسئله. لو فهمنا بعض البيزكس القواعد هتبقى الدنيا ماشيه معانا كويس جدا. زي ما قلنا في اول كلامنا ان الانزيم عباره عن ايه؟ عن بروتين. يعني ايه بروتين يا جماعه؟ من خواص البروتينات انها حساسه للتغيرات الحراريه. هديك مثال اللي هو مين؟ البيضه. لما تيجي تاخد البيضة وحطيتها في التلاجة
تمام كده. البيضه في التلاجة لو قعدت شهر في التلاجة هيبقى بياض البيض ايه، هو ما هو بياض البيض بروتين، هيبقى بياض البيض زي ما هو سائل. لكن لو انا اخدته وحطيته في ميه وحطيته على النار غليته وصلت لدرجه الغليان، ايه اللي بيحصل لبياض البيض؟ بيحصل لبياض البيض انه بيتحول لايه، لصلب، ماده صلبه اللي هي البياض البيض الصلب ده. هل ينفع بعد كده ان انا احوله؟ لا ما ينفعش، وده من خواص البروتينات. تمام، افتكر مثال البيضه ده عشان احنا هنتكلم عليه في تاثير الحراره على الانزيمات. بس قبل كل ده لازم تبقى عارف ان انا عندي حاجه اسمها درجه الحراره المثلى. ايه درجه الحراره المثلى دي؟ دي الدرجه المثاليه لكل انزيم من الانزيمات ليه درجه حراره معينه بيحب جدا يشتغل عندها. يعني ايه بيحب يشتغل عندها؟ يعني بيبقى مور اكتيف، يعني بيبقى نشط جدا. ازاي؟ يعني انت كطالب مثلا بتاخد عدد من المواد، اوكي، ليك مدرس معين انت بتحبه وبتحب مادته جدا، في الماده دي انت بتبقى قاعد نشط جدا في الفصل وبتبقى مستمع كويس جدا وبتبقى مستوعب كل حاجه وحابب الدنيا يعني، وبتبدع وبتدي، ولما المدرس يسال بتجاوب، تمام كده. غير ماده انت كارهها تماما بتبقى انت قاعد يعني بنسبه 90% مش هتفهم، وبنسبه 90% انت مش هتشارك، ويا دوب يا رب الزمن يعدي عشان اطلع والحصه دي تخلص. هي نفس الفكره، الانزيمات كل انزيم ليه درجه حراره مفضله بالنسبه له بيحب يشتغل عندها كويس جدا، وبيدي اعلى نسبه تفاعل. يعني معدل التفاعل في درجه الحراره دي بتبقى اعلى حاجه ممكن يوصل لها الانزيم. لو احنا بصينا في الـ في الـ في الـ في الجراف اللي عندي هلاقي ان انا عندي اهو، لو انا جيت خدت دي مثلا، دي 10 ودي 20 ودي 30 ودي 40 ودي 50 60، دول درجات الحرارة مختلفة، خلاص؟ هلاقي ان هو قليل عند العشرين، بس لما ببتدي ازود درجة الحرارة بتزيد عندي لغاية ما بوصل للقمة. القمة دي اعلى حاجة ممكن يوصل لها نشاط الانزيم نفسه، الانزيم بيبقى نشط جدا في الحتة دي. فبالتالي بقى عايزاكم تركزوا في الحتة دي يا جماعة كويس جدا، لما يكون الانزيم نشط جدا 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 هيبقى اقل وقت ممكن يتاخد للتفاعل. يعني لو التفاعل هنا هياخد مثلا 5 دقايق، هنا هياخد 3 دقايق، هنا هياخد 2 دقيقة، هنا هياخد 1 دقيقة. مفهومة؟ يعني اقل وقت للتفاعل هيبقى عند النقطة دي اللي هي درجة حرارة كام؟ تقريبا 40. تمام؟ طب لو انا زودت عن 40، لا بقى نبتدي تاني التفاعل او النشاط بتاع الانزيم يبتدي يقل تاني، هيبتدي يقل لغاية ما ينزل للنقطة هنا. تمام؟ هنا مش هيبقى فيه اي نوع من انواع العمل للانزيم، الانزيم هيقف تماما تماما، خلاص؟ لما الانزيم هيقف هنا عندي مشكلة. يعني عشان احنا بنتكلم على انزيمات جوه كائن الحي اللي هو الانسان، فبالتالي درجة الحرارة المفضلة للكائن الحي او درجة الحرارة المفضلة للانزيمات اللي هي درجة الحرارة المثلى للانزيم دوت بتبقى من 37 ل 40، اللي هي درجة حرارة جسمنا، خلاص؟ طيب لو انا اخدت الانزيم ده وقللت درجة الحرارة لزيرو ديجريز وزودت درجة الحرارة في تجربة تانية خليتها 55 مثلا ديجريز، اوكي؟ طيب هنا هيقف التفاعل، مش هيشتغل الانزيم، فبالتالي انا مش هلاقي الناتج اللي انا مستنياه يطلع لي. هنا نفس الحكاية برضو، هيقف التفاعل تماما، بس عندي فرق بين الحالتين. لو انا هنا عند درجة زيرو رجعت درجة الحرارة لـ40 هيشتغل تاني. وبنفس المعدل بتاعه، وهيبقى درجة الحرارة عندي ثابتة، وهيبقى عندي الوقت اللي متاخد للتفاعل دوت هيبقى اقل وقت، والدنيا هتبقى تمام وهنرجع لطبيعتنا ومفيش اي مشكلة عندي اطلاقا. لكن هنا لو قللت درجة الحرارة عشان اوصلها تاني لـ40 مفيش تفاعل، لا يتفاعل اطلاقا. ايه اللي حصل؟ بياض البيضة. هل لما البيضة بترجع او بياض البيضة بيبقى صلب
وبيبقى زي ما احنا عارفينه وبناكله، هل ينفع ان انت تيجي في يوم ترجعه لي تاني ان هو يبقى سائل؟ ما بينفعش. نفس الفكره بروتين يا جماعه، نفس الفكره، انا زودته، قعدت درجه، قعدت البيضه عند درجه حراره صفر لمده شهر ورجعت لها عند درجه 40، رجعت تاني زي ما هي، ما عندهاش اي مشاكل خالص، واشتغل الانزيم عادي جدا. لكن هو لما انت قللت لي درجه الحراره، انا معدل بتاعي تعبت، مش قادر اشتغل في درجه الحراره القليله، فالتفاعل عندي لا بدا يبقى بطيء جدا. هنا انت زودت لي درجه الحراره، بس لما زودت درجه الحراره غيرت في الخواص بتاعتي، غيرت في الخواص بتاعتي. المكان، لو نرجع هنا، المكان ده هو يا جماعه اللي هيشتغل عليه عشان يعمل التفاعل اللي احنا بنتكلم عليه ده، هو المكان ده هيتغير. فلما يجي المادة الهدف اللي هتشتغل عشان تتحد مع الانزيم، مش هتلاقيه هو. يعني دي انا عارفة ان انا بروح عند مستر احمد عشان اخد عنده درس لغة عربية، رحت لقيت مستر مثلا، لقيت مسز ندى مدرسة الاحياء، هل مسز ندى هتديني عربي؟ مستحيل، مش هتديك عربي. فهي نفس الفكرة، انت لما زودت درجة الحرارة عن الدرجة المعهودة اللي هو بيحب يشتغل عليها وزودتها قوي، غيرت من الخواص بتاعه البروتين او الانزيم دوت، فبالتالي لما جت الماده الهادفه عشان تشتغل عليه او تتحد معاه عشان يطلع لي الناتج اللي انا عايزاه، مش هتلاقيه، مش هتلاقيه حد متغير، تمام؟ فلما تلاقيه حد متغير مش هيحصل التفاعل. طب انا رجعت درجه الحراره، ارجع بقى يا عم. لا خلاص، لا خلاص، يبقى ده تغيير مؤقت، لكن ده تغيير دائم، ولازم نفهم النقطة دي كويس جدا يا شباب. درجة الحرارة زي ما قلت لكم، لكل انزيم ليه درجة حرارة معينة. لو انا خدت الانزيم اللي عندي ده اهو، درجة الحرارة بتاعته هنا، ده درجة الحرارة المثلى بتاعته بين 30، هنقول مثلا 35. لكن لو انا خدت الانزيم التاني هلاقي درجة الحرارة عنده 40. فكل انزيم ليه درجة حرارة معينة، بس الرينج بتاعنا من 37 ل 40 درجة، اللي هي درجة حرارة جسمنا ككائنات حية. واضحة؟ اتمنى ان يكون الكلام على درجة الحرارة واضح. تاني فاكتور او تاني عامل من العوامل اللي بتأثر على العمل الانزيمات هو الأس الهيدروجيني. ايه هو الأس الهيدروجيني يا جماعة؟ الأس الهيدروجيني هو تركيز الهيدروجين، ذرات الهيدروجين في المحلول، تمام؟ لما بيجي تركيز، في نقطة بس ارجع ليها للحرارة، ان هو في جزئية بيقولك ان هو بعض منظفات الملابس يسجل عليها درجات حرارة مناسبة لاستخدامها. فسر ذلك، تفسر ده بايه يا جماعة؟ انه ممكن تكون المنظفات دي فيها انزيمات، محتوي على انزيمات، فانا لو عليت درجة الحرارة الانزيم هيحصل له ايه؟ هيقف، فمش هيحصل تفاعل. فانا عندي بقعة، والبقعة دي عايزة اشيلها بالمنظف ده اللي هو فيه انزيم. لو انا اديت عند درجة الحرارة اللي كاتبها لي على التعليمات في العلبة بتاعته، خلاص تمام، هبص الاقي البقعة راحت، لان انا عندي بعض منظفات الغسيل بس بتبقى موجودة في الهايبر ماركت، المنظفات دي بيبقى محتوي على انزيمات. واللي بيحصل ايه؟ ان هو لما بتيجي بغسل بيها عند درجة الحرارة اللي بيديها لي في التعليمات، انا بغسل بيها، فبالتالي الانزيم بيبقى نشط جدا، بيخش على البقعة، سواء بقعة دهون او سواء بقعة بروتينات، وبيخش عليها يعمل لها هضم ويغيرها من مادة مركبة اللي هي دهون او بروتين، يحولها لاحماض دهنية او احماض امينية، فبيبقى سهل انها تتغسل بالمية وتطلع. خلاص، لو انا بقى جيت وقلت لا ده انا عندي بقعه، فبالتالي لازم اغلي بقى يا جماعه، لازم ازود درجه الحراره عشان ايه؟ المنظف ده يشتغل كويس جدا ويطلع لي البقعه. لا، في الحاله دي وبالذات لما يكون مديك درجات حراره معينه في التعليمات اللي على العلبه، وبيكون معناها ان هو ممكن يكون فيها انزيم، لازم اكون حريصه في درجه الحراره. لو زودت درجه الحراره انت كده وقفت الانزيم، فاللي هو هيشتغل على البقعه سواء هي بقعه دهون ولا بقعه بروتينات، هو ما بقاش موجود اساسا، ما بقاش موجود، فبالتالي البقعه مش هتطلع. خلاص، ناخد بالنا من النقطه دي. ارجع تاني للاس الهيدروجيني، وانا الاس الهيدروجيني اللي هو تركيز ذرات الهيدروجين في المحلول. انا عندي هنا في النص دي ثابته، دي اللي هي كام؟ اللي هي التعادل، يعني ده البي اتش عندي متعادل. خلاص، ليه عندي 7؟ اقل من كده لما بمشي من 7 لغايه ما بوصل للواحد، لا دي بتبقى حمضيه، هنا بتبقى قاعدية او قلوية.
تمام؟ يعني الجزء ده قلوي والجزء ده حمضي، خلاص. بس انا عايزه اقول حاجه، واحد ده اكثر حامضيه من اربعه، واربعه اكتر من سته، من سته، وهكذا. نفس الفكره عندي 14 ده يعني اقصى حاجه في القاعديه في القلويه عندي. لما اجي اشوف ال 11 لا، اقل في القلويه من ال 14، الاقل منهم الاثنين اللي هو الثمانيه. تمام؟ تمام. طيب في سؤال عندنا او للعموم، ان معظم الانزيمات في جسم الكائن الحي بتشتغل عن درجه حراره 7.4، سوري بي اتش 7.4. ليه؟ ليه؟ هقول لك انا ليه. احنا قلنا الانزيمات عباره عن ايه؟ بتحتوي على مجموعه من الاحماض الامينيه. طب ايه المركبات اللي في الاحماض الامينيه يا جماعه؟ افتكروا معانا كده، قلنا كربون وهيدروجين و ها مجموعه كربوكسيل ومجموعه امين. مجموعه الكربوكسيل اللي موجوده عندي دي حمضيه، وجودها بيعادل مجموعه الامين اللي موجوده عندي اللي هي قلويه، فبالتالي عندي تقريبا تعادل اللي هو 7.4، متعادله. بس ده مش معناه ان كل الانزيمات بتشتغل، لا، احنا بنقول معظم الانزيمات بتشتغل على ده، لان انا عندي انزيمات في المعده عندي بتشتغل عند 2 بي اتش 2 اللي هو حمضي جدا، عشان وجود ايه؟ حمض الهيدروكلوريك. زي ما عندي درجه حراره مثلى، عندي رقم هيدروجيني امثل اللي هو اللي عنده درجه الانزيم ده بيشتغل كويس جدا وبيديني باقصى فاعليه. ولو قلنا تاني اقصى فعاليه معناها ايه؟ معناها ان الوقت اللي هستغله في التفاعل هيكون قليل جدا، هيكون ايه؟ قليل جدا. تمام؟ فعندي اهو ده مثال، عندي ده اول انزيم عندي البيبسين، وده التريبسين. على فكره للمعلومه الاثنين بيعملوا لي هضم للبروتينات، يعني الاثنين بيعملوا نفس الايه؟ نفس العمل. تمام؟ بس ده بيشتغل زي ما انتم شايفين اهو عند بي اتش حمضيه، الجزء ده حمضي. تمام؟ لكن التريبسين لا، شوفي بعدى السبعه اهو، تمام؟ فعندي ده قلوي، مع ان الاثنين بيشتغلوا، بس ده مكان ليه مكان وده ليه مكان، وده ليه ظروف وده ليه ظروف، والاثنين انزيمات مختلفه عن بعض، وليهم حتى نفس نفس العمل اللي بيشتغلوا عليه، او نفس الماده الهدف اللي بيشتغلوا عليها، بس في نفس الوقت برضه هم مختلفين، وكل واحد ليه الايه؟ البي اتش الخاصه بتاعته، كل واحد ليه القص الهيدروجيني الخاص بتاعه. تمام؟ فانا عندي نفس الحكايه، هل بيحصل ان انا لما اغير البي اتش بيتاثر التفاعل بتاع الانزيم؟ طبعا لازم. انا واحد بيشتغل عندي عند 2، لما اغير له عند 5 اكيد التفاعل هيقل. طب ولما التفاعل يقل يبقى الوقت بتاع التفاعل هيحصل له ايه؟ هيزيد. يبقى هنا لما بيكون بياخد 2 مينتس بس، لا، لما انا اوصلها له عند 5 ممكن ياخد لي 5 مينتس. واضح الكلام؟ طب يا جماعه لو هي خدت، هو اشتغل كويس جدا عند 2 وانا حولت له البي اتش وخليتها 14، في الحاله دي الانزيم بيقف تماما وما بيشتغلش. لازم يشتغل في الميديا او في القص الهيدروجين اللي بيحبه، حمضي وعند حاجه معينه. وعلى فكره يا جماعه سهل جدا ان انا اقيس القص الهيدروجيني او البي اتش بتاعت اي محلول، عندي حاجات اسمها بي اتش انديكيتور، كواشف للبي اتش دي. لا، انا بشتغل بعرف بالظبط وبحدد بالظبط البي اتش دي كام. تمام؟ تمام. لو جيت بقى بصيت للجزء العملي، اول جزء عندي اللي هو تاثير الرقم الهيدروجيني اللي هو البي اتش على عمل الانزيمات، عايز اشوف هل فعلا هيأثر ولا مش هيأثر. انا لسه قايله لكم انه هيأثر، طب اثبته لكم ازاي عملي؟ هنثبته عملي. عندي اهو هجيب 3 تيست تيوب او انابيب اختبار وارقمهم 1 و2 و3، واحط في كل واحده فيهم 2 ملي من محلول النشا 5%. ده ايه؟ تركيز الماده الهدف. فاكرين لما قلت لكم خلي بالكم وهشرحها لكم في العملي، لازم كلهم هنا هنا وهنا وهنا احط 2 ملي والمحلول يكون تركيزه 5%. ما ينفعش احط هنا 6% ولا هنا 10%، لا، لازم في الثلاثة يكون فيهم ايه؟ لازم في الثلاثة يكون فيهم 5% ونفس الكمية 2 ملي.
واحط عليهم 2 مللي من محلول مختلف في البي اتش. يعني ايه؟ يعني اللي هيختلف عندي هنا هو الايه، المحاليل اللي هيبقى فيها البي اتش، اللي هو مثلا انا عندي هنا محلول البي اتش بتاعته اقل من 7.5، وده بي اتش اكبر من 7.5، وده بي اتش بيساوي 7.5. وليه قلنا 7.5؟ قلنا لان معظم الانزيمات بتشتغل على ده، اللي هو بسبب وجود الاثنين مجموعات الكربوكسيل والامين. خلاص. طيب بعد كده خلاص الحاجات دي كلها ثابته عندي في الثلاث انابيب، بحط في الثلاث انابيب ده ثابت اهو، ده راخر كمان من الثوابت 2 مللي من انزيم الاميليز. ايه انزيم الاميليز ده يا عم الحاج؟ انزيم الاميليز ده انزيم بيشتغل على النشا، بيكسره، بيديني مالتوز. بمعنى لما النشا هيتحد مع الاميليز النشا هيختفي، نركز، النشا هيختفي لان هيطلع لي مركب جديد، ودي عمليه ايه؟ عمليه هدم. تمام، هيطلع لي مركب جديد، ده للمعلومه ده ثنائي السكريات. ده 2 مللي من انزيم الاميليز، ده الانزيم يا جماعه. يبقى هنا تركيز الانزيم اهو لازم يبقى ايه؟ يبقى ثابت. لو اتغير من واحده لواحده هيديني نتائج مختلفه، مش هعرف اقارن يا جماعه. عشان المقارنه وعشان تبقى المقارنه صحيحه لازم الحاجات دي تبقى ثوابت عندي. خلاص، ضفت ده مع ده مع ده، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ان انا الانزيم هيختار في البي اتش اللي بيحبها، فهيشتغل فيها حلو جدا. فلما هيشتغل فيها حلو جدا هيكسر مين؟ هيكسر النشا. ومعنى ان كسر النشا معناه ايه؟ النشا هيبتدي يختفي، صح كده؟ صح. اروح انا جايبه الكاشف بتاع النشا، مين يفكرني بيه بقى من اول ال 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 السكريات او الكربوهيدرات؟ ان انا عندي الكاشف بتاع النشا هو مين؟ محلول اليود. احط نقط من محلول اليود في كل انبوبه اختبار، ولازم عدد النقاط تبقى متساويه، برضو من الثوابت اللي لازم تبقى عندي عشان ما يحصلش اي اختلاف. طيب متفقين من الاول واحنا بنتكلم على القص الهيدروجيني ان انا عندي بيشتغل معظم الانزيمات وبالذات الاميليز ده هو اللي احنا بنتكلم عليه بيشتغل عند 7.4 او 5. يبقى احسن انبوبه هيشتغل فيها مين؟ الانبوبه رقم 3. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان انا الانزيم هيشتغل عليه فهيكسر لي النشا عشان يديني مركب تاني، يبقى النشا هيحصل له ايه؟ اختفاء. فبالتالي هنا مش هيختفي عشان الانزيم ما اشتغلش. تمام، فهيبقى النشا موجود ولا مش موجود؟ هيبقى موجود، نشا موجود. يبقى اللون هيبقى ايه؟ ازرق. هنا النشا هيبقى موجود ولا مش موجود؟ هيبقى موجود. ما هي مش بي اتش مناسبه ليه، هيشتغل ازاي الانزيم؟ فالنشا هيبقى موجود، يبقى اللون هيبقى ايه؟ ازرق. هنا ده بقى دي اسمها الرقم الهيدروجيني الامثل. الرقم الهيدروجيني الامثل يعني ايه؟ يعني الانزيم شغال على اخره، ديله خلاص. فانا شغال عمال ادور على النشا عشان اكسره، كسر في النشا، فلما كسرت في النشا هو اختفى، فبالتالي هنا مفيش نشا غير موجود، يبقى اللون ايه؟ برتقالي. ويا ريتنا نبقى فاكرين التفاعل بتاع او العملي بتاع محلول النشا، ازاي بنكشف عن محلول النشا. واضحه؟ واضحه. يبقى انا عندي في الثالثه ان انا لا ما عنديش هنا نشا، ما عنديش نهو نشا، لان النشا اتكسر عشان الـ 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 الانزيم في قمه تفاعله، يعني مدي اقصى معدل التفاعل بتاعه. لو انا جيت بدلت ده، ودي من عندي انا بس يعني هتفيدكم، لو انا جيت بدلت بدل تاثير الرقم الهيدروجيني هقول تاثير درجه الحراره. بس قبل ما اقول ده عايزه اقول لكم حاجه، انا بشتغل على اتنين من العوامل اللي بتغييرها بتغير التفاعل بتاع الانزيم، صح؟ لو انا اشتغلت على الاس الهيدروجيني يبقى درجه الحراره لازم تكون ثابته مع الثوابت اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. شوف احنا اتكلمنا على كام ثابت؟ بس درجه، انا دلوقتي بيكلمني في تجربه بيشوف تاثير البي اتش على تاثير الانزيمات، يبقى لازم في الحاله دي مع الثوابت دي كلها اللي احنا اتكلمنا فيها لازم يكون درجه الحراره ثابته. لما اعكس واجي اعمل التجربه في درجه حراره
لا يبقى ساعتها البي اتش هتكون ايه؟ لازم البي اتش تكون ثابته، لان اتنين متغيرات هيدوني نتائج مختلفه مش هعرف اطلع بيها باي نتيجه يا جماعه. فلازم اثبت حاجه، فحاجه واحده بس اللي انا بشتغل عليها. طيب ازاي بقى ان انا اشتغل على درجه الحراره؟ هبدل في ايه؟ مش هبدل في اي حاجه، هحط المحلول الملحي زي ما هو، سوري محلول النشا زي ما هو 5%، وهحط المحلول بس مش، لا ما ده اللي هشيله، مش هيبقى عندي ده. ليه؟ لان انا هغير في درجه الحراره، هخلي هنا درجه حراره عند 10 ديجري، وهخلي هنا عند 55 ديجري، وهخلي هنا عند 37 ديجري، تمام؟ واحط الاثنين ملي من الانزيم بتاع الاميليز، واستنى واشوف. بعد شويه هحط ايه؟ عدد ثابت من نقاط محلول اليود في كل انبوبه من الانابيب. هنا هيبقى فيه ايه؟ اللون ايه؟ هيبقى النشا موجود ولا مش موجود؟ النشا هيبقى موجود، يبقى اللون ايه؟ ازرق. هنا موجود، لان اصلا الانزيم مش هيشتغل، اصلا الانزيم هنا مش هيشتغل، يبقى اللون ازرق. طب وهنا؟ لا، ده درجه الحراره المثلى للانزيم ده، فلما يجي يشتغل هيشتغل وهيخليني ويخلي النشا يتكسر لمركب تاني، فبالتالي هيديني اللون البرتقالي، مفيش نشا. طيب نسبهل في الحته دي ولا الدنيا سهله ولا ايه؟ ما علينا، اي سؤال قولولي في التعليقات. لو انا بقى جيت وهو لعب فيها في الحته دي في سؤال من الاسئله وعمل التجربه دي يا شباب، وراح جايب هنا في الحته دي، خلينا في الحته دي، جايب التست تيوب رقم واحد، هي انبوبه الاختبار رقم واحد، ورجع درجه الحراره فيها ل 37، وجاب الاختبار الثانيه، انبوبة الاختبار الثانية، ورجع درجة الحرارة ل 37، حد ممكن يقول لي الناتج؟ انا رجعت هنا 37، يبقى النظام هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ ها؟ هيشتغل. يبقى النشا هيختفي ولا مش هيختفي؟ هيختفي، هيديني لون برتقالي، لان حصل ان الانزيم خلاص رجع لدرجه حرارته الحلوه اللي هو بيحبها، ومفيش مشكله خالص، واشتغل اشتغل حلو جدا، وعمل لي هضم او تكسير للنشا. لكن هنا دي كانت درجه حراره 55، يعني الانزيم ايه اللي جراله؟ يعني الانزيم وقف تماما عن الشغل، اتغير في خواصه، مش هيرجع تاني يا جماعه. يبقى لما مش هيرجع ايه اللي هيحصل؟ يبقى هنا هيفضل النشا موجود واللون ازرق. بيلعب في الحاجات دي؟ وارد جدا. اخر نقطة عندي العلم والتكنولوجيا، عايز اقول لكم عليها قصة صغيرة جدا، ان هم يا جماعة بمنتهى البساطة اكتشفوا ان البروتينات مهمة جدا في حياة الكائن الحي، ومهمة جدا لعلاج بعض المشاكل اللي موجودة في جسم الكائن الحي وبعض الامراض. قال لك خلاص يبقى احنا هندور على البروتينات اللي هي جاية مننا، عشان كده اسمها بايو، تمام، وناخدها ونعمل منها أدوية، عشان كده سموها بايو فارماسيوتيكال. ودي كانت يعني اللي هي يعني فعالة جدا وكانت كويسة جدا، بس هي مشكلتها في حاجة، مشكلتها ان انا مثلا لو المريض اللي عندي عنده مشكلة في الكبد، فخلايا الكبد هي اللي حصل لها تهتك او فيها المشكلة نفسها، انا عايزة لما ادي الدواء ده يروح لخلايا الكبد المصابة، ما يروحش لأي خلايا تانية، فكانت دي المشكله اللي قابلتهم. بسبب التقدم الرهيب في علم النانو تكنولوجي اكتشفوا مركبات او مواد نانونيه صغيره جدا جدا جدا، المواد دي قادره ان هي بس تشيل البروتينات اللي هي فعاله، تاخدها تشيلها، عارفين زي الباص بالظبط، ياخد ويشيل ويودي لغايه المكان اللي انا عايزاه، المكان الهدف بتاعي اللي هو في المثال اللي انا قلته لكم، خلايا الكبد المصابه في الحته دي بس، ما يروحش في اي حته ثانيه. فبما ان انا دخلت مواد نانونيه قدرت تحمل البروتين ده للخلايا المريضه، بقى عندي نانو بايو اللي جايه لي من البروتين من الكائن الحي، فارماسيوتيكال اللي هم الادويه، يبقى هي الادويه الحيويه النانونيه.